في 6 اكتوبر اتغير تاريخ الكون. عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا متنا وكل شيء مضمون. بقيت ابطالنا موازين القوى اختلت، وجبنا الحق لبلادنا بطولة عملها اجدادنا، ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا. تاريخنا بيتهيش، رجعنا تجمعوا تحت عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بيتهيش، حقيقة عقيدة جوانا في مصر الشعب جيش. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع في 6 ساعات. 6 أكتوبر العالم وقف مبهور، عدلنا خريطة الدنيا دي بإيدينا، ويوم النصر في قلوبنا خلاص محفوظ. صور أبطالنا عايشة كل شيء فينا، تحية لجيشنا وإرادته صمود ونصر من عدو. كتب جوا التاريخ بطولة كتبها بيده بخده. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بينتهيش، وشهداء بدمعهم تحت عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بينتهيش، حقيقة عقيدة جوانا في مصر الشعب جيش. الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بينتهيش، وشعنا تجمعهم تحت عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخنا بينتهيش، حكاية ما تتنسيش، تاريخ ما بينتهيش، وشهداء بدمهم ضحوا عشان نقدر نعيش. حكاية ما تتنسيش، تاريخ ما بينتهيش، حقيقة عقيدة جوانا في مصر الشعب. Shining.